تساؤل ظل مطروحا في ذهن كل جزائري، كيف ستكون مظاهرات ما بعد رمضان؟ الجواب حملته حشود المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع في 48 ولاية. ولم ينتظر هؤلاء كثيرا للرد على خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي دعا فيه للحوار وضرورة المسارعة إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة. ولادنا من الشرق للغرب عندهم كلمة واحدة، الرئيس ولادنا اللي جبدوه، الوزير ولادنا اللي جبدوه، ما نسحجوهمش. خرجنا للتظاهر اليوم باش الحراك هذا ما يحبش، جام يحبس، وما نتحاوروش مع هذه العصابة، باش عمرنا ما شفنا منها خير. بن صالح البارح عندما وجه الخطاب تكلم عن الحوار من أجل تنظيم انتخابات رئاسية، ونحن لا يعنينا خطابه، نحن نطالب بمرحلة انتقالية من أجل الانتقال من نظام فاسد، نظام ديكتاتوري، نظام شمولي، إلى نظام ديمقراطي. وبعد خطاب بن صالح فتح الباب أمام تفسيرات عديدة حول توقيت بث الخطاب عشية الجمعة 16 للحراك وإعلانه بقاءه إلى حين تنظيم انتخابات ما زال الشارع متمسكا برفضها في ظل وجود أبرز رموز عهد بوتفليقة. بن صالح لم يستدع الهيئة الناخبة للانتخابات الجديدة، وكذلك رفض المرحلة الانتقالية بالقول أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ستأتي بعد الرئيس المنتخب، يعني غلق كل الأبواب. أعتقد أن هذه الطريقة في التعامل مع المعطى السياسي ومع الرفض الشعبي للانتخابات الرئاسية ورفض رموز النظام قد يذهب نحو الاستفزاز، وقد يظهر أنه قد يؤجج من غضب الشارع في هذا السياق، رغم أن بن صالح يطالب بالحوار ولكنه لم يحدد أي إطار للحوار، من ينظم الحوار، كيف سيكون الحوار. حلقة مفرغة تدور حولها الأزمة في الجزائر منذ رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس المجلس الدستوري طيب بالعيز، وفي غياب آليات واضحة للخروج منها يتصاعد سقف المطالب مع مرور الأيام لينادي برحيل الجميع. أول جمعة بعد رمضان بصمت على عودة الزخم للمظاهرات المليونية رداً على خطاب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح برفض الحوار والانتخابات بتواجد بقايا رموز عهد بوتفليقة. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر.